بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الكرام الأفاضل المشرفي السلام والصحة المهنية، مرحبا بكم في محاضرة جديدة من مادتنا تحليل بيانات السلام والصحة المهنية. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن اسم المادة والهدف الرئيسي من المادة والأهداف التفصيلية والوحدات أو الأبواب اللي من خلالها هنتناول المادة، وقلنا إن شاء الله من اليوم هنتكلم أو من المحاضرة دي هندخل في طيات المادة. أولا يا شباب، الأشياء اللي هي أهمية المادة عموما ممكن نلخصها في أنه السبب اللي دفع للحاجة دي هو الزيادة في حوادث بيئة العمل، ومعروف أنه لما تكسر الحوادث بتلاحظ أنه معدل الحوادث في كل سنة بيزيد على السنة قبل. معدل حوادث بيئة العمل في كل عام بيزيد عن العام القبل رغم التطور والتكنولوجيا الأخيرة، فتطلب وجود حلول حقيقية لمشاكل المشاكل اللي بتحصل. فكان لابد من قراءة واقع العمل من خلال دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بالسلام والصحة المهنية حتى نعرف أن نقدر نحيد أو نقلل من الزيادة المضطردة فيما يتعلق بالإصابات وحوادث العمل والوفيات وغيرها. نشاهد دائما من شاهد الشباب ونقول لا حصل حادث، توفى عامل أو توفى مجموعة من العاملين إلى آخره. فدي ما من الأشياء اللي بتدفعنا لأنه نحن نحلل زي ما شفنا قبل في حوادث الطرق. أول ما وجدوا أنه في ارتفاع في الإصابات أو الحوادث الموجودة في الطرق في مكان ما، بدأ التحليل والتشخيص وهكذا. طيب نتكلم الآن عن أهمية تحليل البيانات، وقبل ما نخوض في أهمية تحليل البيانات نشوف كيس. يتوقع الكيس مثلا في مكتب أو في مكان سكن العمال، شركة ما مؤجرة مكان لسكن العمال، في واحدة من الغرف حصل حادث، فنحن جينا كمشرفي سلام وصحة مهنية لأنه الآن أصبح سكن العمال يعتبر من مسؤوليات صاحب العمل، يجب أن يوفر فيه سلام وصحة للعامل، لأنه السكن إذا كان ما مناسب العامل ما يستطيع يؤدي العمل بشكل صحيح. وتعتبر كمثال، نفترض أن مثلا الحادث ده حصل مثلا ناس مشرف سلامة الصحة المهنية بيعمل في فندق مثلا، ومعرف ان الفندق فيه غرف فندقية تؤجر للنزلاء، فوجد انه حصل حريق في واحدة من الغرف، تضرر او توفى فيها مثلا عامل نظافة او كذا، فدي الان مسؤولية الفندق او صاحب الفندق انه يجد حلول. فناخذ الان مثال لكيس ونحاول منه نتعلم كيف نقرأ الحوادث ونشخصها بالشكل الصحيح، ونستفيد من الكيس اللي أخذناها سابقا، لأنه قلنا في دراسة الحوادث تتضح الأمور والمعالم. شوف معي الكيس يا شباب عشان نعرف أهمية كتابة التقارير، أو ممكن نرجع للكيس السابقة تكلمنا عنها سابقا نفسها. نشوفهم لما وضعوا التقارير وصلوا إلى حلول. طيب شوف يا شباب، الآن المشكلة شاهدناها قبل في الطرق والجسور أو في الطرق في الولاية شاهدناها قبل، جمعت المعلومات ووجدت المشاكل ووضعت حلول قللت من حجم الحوادث والتصادمات. نشوف الآن. The central idea of the Vision Zero campaign is that we shouldn't accept that 40,000 people die every year as part of just how our transportation system works. About a year and a half ago, we were approached by Microsoft about how we could partner together with Datakind to get better at using the data that we do collect to really start looking at exposure rates and identifying where people were exposed to risky conditions. We're an organization that teams up data scientists, machine learning experts, and others from the tech sector that want to volunteer alongside social organizations so that together they can help us live in a better world. Data science and algorithms can only work when they're actually designed in collaboration with folks so that they'll actually live on beyond the end of the project. Our first labs project was this Vision Zero project in partnership with Microsoft. Our goal here was to partner with a variety of cities. So we partnered with Seattle, New Orleans, and New York, and then worked on different traffic safety studies for each of those cities. Datakind provides data scientists for us that can actually spend the time building the algorithms that help us predict where we need to make safety improvements. Within the Department of Transportation, we just didn't have these resources.
the sort of pie in the sky, holy grail piece that we were looking to get to here. You want the capability to be able to sit down, look at a roadway, and say, okay, I'm gonna do this change to the street. I'm going to expand the sidewalk by 5 feet, put a bike lane on the left side of the street, put a concrete median through the middle of the roadway. I'm gonna enter all those things in. What I'm gonna get back is, what is going to be the effect of that set of treatments on safety, on injury rates, on fatality rates? One of the most groundbreaking pieces of this work was the exposure model, which basically helps you know how many cars are on the road block by block across the city. This algorithm that's actually able to determine what those levels are of congestion is a really critical underpinning to every other piece of Vision Zero prediction work you'd want to do. This is something I think that the general public probably thinks that city agencies like DOT already know. We don't know that, and typically cities in general don't know that either. But we do have a lot of data that we've collected over the years, but it only covers about 5% of the city. So Datakind was able to take that data, extrapolate out from it, and basically generate an estimate for how many vehicles are using a piece of roadway during the day or at peak hour, which is something we look at when we're planning a project. Using this data with exposure rates really helps us start targeting different policies or different projects that we know are going to yield results and ideally prevent future crashes. What we're trying to do is keep people out of the hospital and save people's lives. And the more we know, the better a job we can do. The city of New York is already starting to put some of this into practice. The Seattle Department of Transportation, which now has a $1 billion budget to work on traffic improvements, is going to be using the findings coming out of this work to actually help improve their calming activities. We're excited about this model and how it brings together technology companies and governments and communities, and we think this model can be scalable around the world. That's really what I think we're going to see more of as we move forward. More of these collaborations and partnerships that will actually allow us to use data science for good. طيب يا شباب، الآن شاهدنا نتيجة للدراسات اللي تمت في سيارة اللي هي في ولاية سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعت البيانات وتم الوصول إلى حلول. أولا، تم معرفة أسباب الحوادث. إحنا قلنا ممكن أسباب لها علاقة بالإنفيرومنت، بالبيئة، وأسباب لها علاقة بحجم الترافيك نفسها، وأسباب يصلوا لها لاحقا من خلال تحليل البيانات. فشوف الآن ده تيم بيقوم بجمع البيانات وتحليلها، بسموها داتا، بيهتم بالصيد بالداتا، البيانات، تحليلها، تلخيصها، وصول لنتائج. شوف على سبيل المثال، احنا لو اختصرنا المقطع ده في المشهد ده مثلا، قلنا البيانات جمعت وتم تحليلها زي ما شايفين الان امامكم، وبموجبها، طيب يا شباب عين معي الان، ده مثال. اولا لو اخذنا انه التقاطع ده على سبيل المثال نسبه الحوادث فيه كانت على سبيل المثال مثلا احنا نقول 150 حادث في اليوم على سبيل المثال في التقاطع ده بوضعه الراهن الان، تمت دراسه الكروس او التقاطع ده ومعرفه الأسباب اللي ممكن تكون أدت إلى المشاكل إلى الحوادث. زميلكم جبير قال بنعمل ريسك أناليسيس، هو تحليل للمخاطر الموجودة في التقاطع ده. ليه الحوادث في اليوم مثلا 105 حادث؟ بعد ما جمعت البيانات وجدت المشاكل وتم الحلول. الحلول مثلا على سبيل المثال مثلا وضع، شوف احنا الآن مثلا واحدة من الحلول، شوف الآن تم توسعة الطرق بنسبة، حصل expanding للطرق، وبالتالي وضع ممر للمشاة، ذا قلل الحوادث من 105 إلى 89، يبقى تحسن إضافة إيجابية. تم وضع ممرات حول الطرق للعجلات، ذا قلل الحوادث بنسبة 64، من بقت من 105 نزلت إلى 64، ده تحسن إيجابي، أو إلى 60. وضع كونكريت، يعني اللي عباره عن نحن كنا نقول حواجز خرسانيه لا سيما في القرب من الستوب،
ده قدر الحوادث تشوف الآن من 105 نزلت إلى 28 فقط. شوف الآن يا شباب نجد إنه تم الاستفادة من البيانات. شوف الآن عندنا هنا دي البيانات لما تم جمعها إنه طبعا ده الآن يعتبر تمثيل لها من قراءات إلى مطلعات تكرارية. وحللنا البيانات شوف الآن وبالتالي استطعنا الآن نقلل حوادث من 105 في التقاطع ده. أدخلنا بعض التحسينات وسعنا الطرق وضعنا ممر للمشاة ودعنا ممر للعجلات وغيرها. فنجد أن الحوادث كونها من 105 وصلت إلى 20 فقط ده إنجاز. وأكيد هتستمر التحليل البيانات وتحصيلها وجمع حتى نصل إلى أفضل الحلول الممكنة. فدي واحدة من مهام من أهمية جمع البيانات هو الوصول لمعرفة الأسباب وبالتالي التقليل. لما أنا شباب هنا أعرف الأسباب الأسباب الجذرية وليس الأسباب السطحية. في بسموها secondary causes دي أسباب سطحية. نحن عاوزين نصل للprimary causes الأسباب الأساسية اللي أدت. شباب أحيانا لما تكون في مشكلة تحيي بسموها عبارة عن surface causes اللي هي الأسباب السطحية. إنسان جاء داخل لقى مؤشرات سطحية قال خلاص دي الأسباب المباشرة. لكن لو درس الأسباب السطحية يستطيع أنه يصل للأسباب الجذرية اللي هي جذور المشكلة. شنو؟ على سبيل المثال إنسان بيعاني من مرض ما مشى للطبيب أنه مثلا كان بيعاني من تكسير في الظهر، بيعاني من صداع مثلا مستديم، بيعاني من دوخة في الرأس. فلما مشى للطبيب الطبيب قام قال له خلاص خدك بنادول مسكن مشي أبلع. طيب بلع المسكن الألم قل تدريجيا لكن أول ما زال مفعول المسكن رجع الألم مرة أخرى، رجع الصداع، رجع ألم الظهر، رجع الدوخة. فلما مشى طبيب آخر قام حلل المشكلة وجد إنه الصداع وألم الظهر والدوخة دي كلها أعراض جانبية لأن الشخص ده مصاب بمرض ما على سبيل المثال. فلما وصلنا للمرض الرئيس وعالجنا المرض الرئيس بعد أيام أول ما زال المرض تلقائيا زالت الأعراض الجانبية. فنحن الآن بنبحث عن المشكلة الكوز الروت اللي بمعنى الجذر، كوز سبب اللي هو الأسباب الجذرية، روت كوزز اللي أدت إلى المشكلة، ودي تحتاج إلى تحليل. فيبقى ده مثال لوحدة من أهمية استعمال تحليل البيانات هو الوصول للمشاكل الأساسية وبالتالي وضع حلول حقيقية عملية واقعية. يبقى الآن أدركنا أنه من أهمية تحليل البيانات لما نحن نكتب التقارير بنصل للمشاكل، التقرير فيه خلاصة ما حصل. كذلك من أهمية تحليل البيانات هو المساعدة في تفريغ الحلول المناسبة. طبعا يا شباب كل مشكلة قد يختلف حلها عن مشكلة أخرى، تمام؟ ونحتاج إلى اتباع الإجراءات الـ Work Safety الطريقة الصحيحة، نرجع للمانوال بتاع السلامة ونحلل المخاطر في بيئة العمل اللي احنا موجودين فيها ونصل للأسباب ونعمل كل عندنا الإجراءات بسموها Safety Procedures. فجمع البيانات والإجراءات يساعدنا في التخطيط، ودي واحدة من أهمية تحليل بيانات الصحة والسلامة المهنية. ولا شك كتابة التقارير وتوفير المعلومات المناسبة في حل المشاكل والتخطيط دي يساعدنا في اتخاذ القرار. شفنا كيف التيم قبل شوية اتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبالتالي نتجت منه حل لمشكلة حقيقية موجودة في بيئة العمل. قللت الحوادث في التقاطع المعني من 105 حادث في اليوم أو تصادم في اليوم قلت إلى 25. وضمنيا في كل مرة نحلل حنصل لأنه المشكلة حتقل بمعدل كبير جدا جدا جدا. فدي من أهمية تحليل بيانات الصحة والسلامة المهنية. طيب الآن يا شباب في سؤال أو استفسار؟ يعطيك الف عافية دكتور. طيب نحن الآن على نهاية المحاضرة. احنا قلنا دائما بعد الأذان بخمس دقائق بنوقف المحاضرة ونأخذ الحضور والناس إن شاء الله تستعيد وتمشي إلى الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى شباب الآن من خلال ما شاهدنا من معلومات نستطيع أن نعرف أهمية جمع بيانات السلامة أو أهمية تحليل بيانات السلامة والصحة المهنية.
إن شاء الله الدرس القادم عندنا يتكلم عن التحليل. ولو تأملنا الآن يا شباب في الحاصل أمامنا نجد إنه تحليل البيانات هو علم يشتمل على جمع البيانات قلنا قبل شوية ووصفها اللي مثلا هل هي تعتبر بيانات مثلا تتكلم عن الأسباب السطحية ولا الأسباب الأولوية الأولية آسف أو الجذرية، هل هي بيانات تعبر عن من ناحية مثلا وصفها ممكن نقول هل هي عالية الخطورة متوسطة الخطورة معدل التكرار، دي كلها تتصف لنا نوع البيانات الجماعية. هل البيانات مهمة جدا على حسب سموها الأولوية الأهمية عالية الأهمية متوسطة الأهمية قليلة الأهمية وهكذا، ثم بعد ذلك نستقرأ أو نقرأ ما في داخل البيانات من خلال قلنا التحليل. وهنا قلنا نستعمل وسائل للتحليل سواء كان برامج عبارة عن software أو يعني نعمل زي ورش عمل فيها العصف الذهني brainstorming، نتناقش في الأسباب ليه بيحصل ونسمع الآراء في النهاية نجمع الآراء ونحللها ونصنفها لحد ما نصل إلى إنه نصنع نضع القرار بالشكل الصحيح. أنا الآن حأختم بكيس معينة هي عبارة عن خطر أو حريق وجد في مكان ما، وحنعرض نموذج أقل من دقيقتين إن شاء الله ونختم به المحاضرة وأشوف مدى تنبؤكم للسبب كان شو، وحنختم به بإذن الله سبحانه وتعالى محاضرتنا. شوف الآن يا شباب أنا حأضع الآن نموذج. طيب شاهد معي الآن، ده حريق الآن موجود أمامك في غرفة ما، في غرفة من غرف الفندق على سبيل المثال. فالحريق الآن موجود أمامنا ونحن بعدين مفترض نحن نجي كمشرفي سلام وصحة مهنية أو مشرف السلام والصحة المهنية الموجود في الفندق أو المتابع للسكن المعني ده، مفترض ويجي يعرف السبب. الآن نحن ظهر حريق في مكان ما وبدأ الحريق يأكل في البيت السرير وبعض الأشياء، والحريق يزداد كل مرة والشيء طبعا هينتقل إلى الكتب الموجودة والأشياء. فالآن يا شباب لو سألناكم عن أسباب الحريق ممكن تكون شنو؟ قبل ما نعرف السبب الأساسي كاستنتاج ممكن تكون أسباب شنو يا شباب؟ معلش عيد كلامك تاني بس الصوت ما واضح. التسخين. أوكي تمام تمام تمام. تاني يا شباب في ممكن يتوقع السبب يكون شنو؟ بس الصوت ما واضح شوية، بس ممكن تعيد كلامك تاني لأنه الصوت ما واضح شوية. التماس كهربائي. التماس كهربائي ممتاز. تاني في زلمة متوقع يكون السبب شنو يا شباب؟ طيب نحن الآن نرجع لأول الحريق. الآن معظم كلامكم كلام منطقي. واحد قال ممكن يكون السخان وارد جدا، ممكن يكون التماس كهربائي وارد جدا، ممكن مواد مشتعلة، ممكن مواد مشتعلة. لو رجعنا الآن يبقى نحن مفترض نحن لما نحدد الحاجة دي نصل للأصل. أنا الآن حعرض لكم المقطع من أوله يبين السبب الرئيس. شوف يا شباب الآن ده الوضع الآن كان كده، شوف الآن عشان نعرف السبب الرئيس كان شنو. لا شك شوف الآن يبقى يا شباب ده السبب اللي أدى الاشتعال. إنسان وضع الموبايل ما وصل معه الشاحن، والشاحن كان في حتة ما حصل فيها التماس كهربائي شورت زي ما قال زميلنا، حصل منه حريق. الحريق كان طفيف جدا، انتقل مع انتقال الزمن لحد ما ظهر الحريق اللي قلناه به. فيبقى نحن يا شباب لما ندرس الأسباب ونتعرف بنصل للمسبب، ولما نصل للمسبب بنضع حلول نقول يا جماعة من الآن فصاعدا يمنع منعا باتا، وضع مثلا الشاحن على وهكذا زي ما وجدنا قبل. ويمكن تفضل يمكن أسباب تافهة تسبب كارثة أكبر. صحيح، إنسان كان مثلا يدخن السيارة لما بدل ما يضعها في المكان الصحيح نساها وضعها على الترابيزة وعلى الكوباية وقعت وهكذا. فالخلاصة إنه لما نحلل البيانات بنصل للأسباب الجذرية، وأول ما وصلنا للسبب نضع الحلول، حلول تصحيحية للخطأ عشان الآن نمرق منه، وحلول وقائية عشان ما نقع فيه مرة.